السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اليوم غادي نتكلم لكم على التلال واللي عنده مسمار الكيف. غادي تشدي كاغط السكر داك الزرق، تلويه بحال الكارو، تحرقيه واحد شويه وتكوي التلاله، وتكوي ثاني كاين مسمار الكيف الا فيه. تشدي العرق ديال الدفله، خاصك ديما تقلعوه بكيس مثلا لان مسموم. تشدي هذا الحليب اللي كيخرج من لهنا، ولا ما كاينش تعصريه وتخلطيه مع الحليب ديال الكرم، من الكرموسه ولا من العرق ديال كيسميتها، تخلطيهم مره واحده. وبالعود ديال اللي كنديروا به الودنين، ديري كسميته التلاله المسمار الكيف او التلاله، راه غير ضربه بالبطله. ولكن حدي راسك من هذا الحليب لا يقيسك. شوفي من تقلعوه، خاصك تقلعوه بهكا المقص وتقلعوه. شوف انا كلشي نديروه لكو طبيعي، كنتمشى في الجبل ونعطيك العشوه، راه ما بغاش يسجل لي ديريكت، راني نسجل لكو هنايا. بالسلامه عليكم، وضربه بالبطله. الحليب ديال الدفله، هاد الدفله باش تشوفوها مزيان، كاين اللي ما يعرفهاش، الحليب اللي كاين هنايا والحليب ديال الكرموس، ضربه بطله.